تأهل المنتخب السنغالي إلى المربع الذهبي بعد فوزه بهدف دون رد على موريتانيا السهرة أمس على ملعب 19 ماي بعنابة. وسجل اللاعب لامين كامارا هدف الفوز عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 34. وسيلاقي أسود تيرانغا الفائز من مواجهة موزمبيق ومدغشقر التي يحتضنها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة مساء اليوم. الأمر الأصعب في كرة القدم هو تسجيل الأهداف. اليوم لم نكن موفقين، كنا جيدين مع أننا لم نستفد من أيام راحة كافية ولم نسترجع جيدا، لم نسجل صحيح بالرغم من أننا صنعنا فرصا سانحة. حتى المنتخب السنغالي صنع فرصا سانحة للتهديف، لكنهم لم يتمكنوا من وضع الكرة في الشباك. كانت تنقصنا الدقة لإنهاء اللقطات. نحن سعداء حقا بالتأهل من هذا الدور، كنا نرغب بشدة في بلوغ نصف النهائي، ويجب أن نهنئ موريتانيا التي استحقت التواجد في ربع النهائي. لقد تركوا صورة جيدة وصنعوا طريقة لعب مثالية، لكن بعض المباريات تحتاج للتركيز لتحقيق الأهم. لقد كنا نريد فعلا تحقيق التأهل ولم تكن تهم الطريقة. حققنا هدفنا أمام منتخب موريتاني رائع، واليوم سنواصل المغامرة. هنيئا للشبان، وآمل أن يكون الشعب السنغالي فخورا بنا.